أسأل الله تعالى أن يحفظ الكويت من كل مكروه ويكتب الشفاء العاجل لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، والتوفيق والسداد لنائب الأمير سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد. ومن باب التعاون الذي قام فيه رئيس الوزراء بالأمور اللي ذكرتها في الاستجواب، أولاً الوثيقة الاقتصادية قام بترجمة كلمة ولي العهد بالإصلاح الاقتصادي، وأيضاً مجلس الوزراء تم سحب الوثيقة التي ترفع الأسعار وتؤثر تأثير مباشر على ميزانية الأسر الكويتية، ولا نقبل في هذا الأمر. بالتالي مجلس الوزراء سحب الوثيقة وأعطاها فريق مختص لإعادة صياغتها ودراستها والابتعاد كلياً عن جيوب المواطنين وقوتهم ورواتبهم ومستحقاتهم وحقوقهم. أيضاً استقالة وزير المالية تحت تصرف مجلس الوزراء وبالأخص رئيس الوزراء. والنقطة الثالثة جميع المخالفات والتجاوزات المالية، منها تضخم حسابات النواب تحويلها إلى النيابة العامة. وهذه الطلبات أكدت هي محل استجابة لرئيس الوزراء وأيضاً وزير المالية، لكن للمصلحة العامة وقيام دور مجلس الوزراء في هذا الشأن، لذلك أعلق الاستجوابين. بالإضافة لأهم من ذلك، في أزمة كورونا يتطلب أن التعاون للمصلحة العامة فقط، والأهم من كل ما ذكرت تقديراً لصاحب السمو، ونطلب الله عز وجل أن يعود إلى البلاد مشافى معافى بين أهله ومحبيهم المواطنين، والتوفيق والسداد للسمو ولي العهد وكذلك الحكومة والمجلس لما فيه خير للوطن والمواطنين.